مرة ثانية أهلا وسهلا بحضراتكم. أنا متأكد أنه الناس من النهاردة بتسأل نفسها التشكيل هيكون إيه، طريقة اللعبة هتبقى إزاي، كله قلقان على المباراة وكله بيفكر في المباراة كأنه في مكان موسيماني تحديد. بس عشان برضو نحسم الأمور بشكل كبير ونريح نفسنا ونريح لاعبتنا وجهازنا الفني من الضغط، بالتأكيد مستر موسيماني هيلعب بأفضل 11 ورقة موجودة قدامه، يعني بصرف النظر بقى عن مين هيغيب عن المباراة، مين لا قدر الله مصاب بكورونا، مين مش موجود مع الفرقة. مستر موسيماني بالتأكيد شايف الأوراق بتاعت النادي الأهلي، وانت الحمد لله فرقتك كلها نجوم يعني، وفي اللحظة اللي بنحتاجها حتى اللعيب اللي ممكن يبقى بعيد شوية عن مستواه أو الجمهور ما كانش راضي عليه في ماتش ولا ماتشين، بيجي في ماتش تاني وهو اللي بيكسبك. فأنت عندك قائمتك كلها وكل الرجالة اللي لابسه تيشيرت نادي الأهلي كلهم نجوم كبار جدا، وبالتالي مستر موسيماني هيختار أفضل 11 لعيب جاهز يقدروا ينفذوا طريقة اللعب ويقدروا يكونوا جاهزين بدنيا وفنيا ومهاريا عشان يلعبوا المباراة. ده من ناحية. الناحية التانية تطمن أكتر إن شاء الله بإذن الله، وده برضو واحدة من الحاجات اللي مطمناني، إنه روح الأهلي، روح التيشيرت، روح الفانيلا الحمراء دايما بتطلع في الماتشات الكبيرة، وده أعتقد يمكن يكون أكبر ماتش في السيزون ده. فأنا رهاني إن شاء الله على رجالة الأهلي كبير جدا، وأملنا إن شاء الله وثقتنا فيهم إن شاء الله كبيرة. وده مش كافي، في مجهود كبير جدا بيتبذل، في حالة تركيز شديدة جدا من لعيبة النادي الأهلي ومن الجهاز الفني عشان إن شاء الله يكونوا جاهزين ليوم اللقاء. في ثقة كبيرة يا أحمد في موسيماني، يعني كل الجماهير واثقة في موسيماني بشكل كبير، واثقة في المدرب أو المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، وشايفين قد إيه هو زي ما بنقول دايما ما بيسيبش أي تفصيلة لا صغيرة ولا كبيرة. يعني معانا محلل أداء على أكبر قدر يعني من الاحترافية، وقادر إن هو يدرس كويس قوي الفريق الخصم ويشوف نقاط القوة والضعف علشان نقدر ندخل المباراة دي بأحسن شكل عندنا. موسيماني مكسب كبير جدا بصرف النظر برضو عشان نحط الامور في نصابها الصحيح، يعني زي ما بيقولوا موسيماني مكسب كبير جدا النادي الاهلي بصرف النظر عن نتيجه المباراه دي، يعني ان شاء الله باذن الله اتمنىها مكسب، يعمل البصمات دي وتبان البصمات دي حقيقي، بس عشان ما يتظلمش الراجل عشان الناس ما تحطش على كتافه بس هو مسؤوليه المباراه. انا بيتهيالي انه موسيماني كقدرات وكامكانيات اعتقد مدرب مؤهل جدا ويصلح جدا انه يتولى مسؤولية النادي الأهلي لسنوات قادمة، وأتمنى أنها تكون قصة نجاح، وأتمنى يكون رؤيتي في الحتة دي يعني سليمة، أنه الراجل ده قادر على تكرار مشوار جوزيه مع النادي الأهلي، حبه وانتمائه للنادي، إمكانياته الفنية ورؤيته وخبرته الطويلة جدا مع الكرة الأفريقية تؤهله لتكرار المسيرة الناجحة دي. فما فيش داعي بس عشان برضو الراجل ايه ما نحطش عليه ضغط فوق طاقته، ده ملوش علاقه تماما بنتيجه المباراه، سواء كانت مكسب ونتمناها مكسب ان شاء الله، او لا قدر الله في اسوء الاحوال كانت خساره، وده طبعا اللي ما نتمناه ان شاء الله.